بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. عود كريم مبارك مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم الذي يتلوه على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. ولقد لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
ولله فاعبد ولله فاعبد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل لله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم خالق كل شيء وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. كل
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن بل الله فاعبد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله وما قدر الله حق قدره
سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدر سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربي وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب يا رب يا وضع
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى فتحت أبوابها أبواب جهنم
خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين طاب
وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل للتوب شديد العقاب لضال داء إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول صدق الله العظيم. يا نفس توبي فإن الوقت قد حان فاعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها
ما لي على حملها صدر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذنب معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خالية، فبحر جودك يروي كل من يرد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي شرف بها تلاوة قارئ مصر والعالم الإسلامي أجمع، فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، والمقيم بالسروهين مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية. وكان معكم وبتوفيق من عند الله أقوى مكبرات الصوت والإنارة الحديثة وكبرى مخازن الفراشة وقصور الضيافة المتنقلة التي تطلب وتوجد دائما بمحلات ومخازن الحاج أحمد وجية المقيم بكفر الخضرة مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية. والسادة المعازين قبول العزاء وشكر الله سعيكم جميعا.